ساعات قليلة وهيتم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة 54 واللي بيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. سيتم افتتاحه غدا الأربعاء بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وهيتم افتتاحه للجمهور يوم الخميس إن شاء الله 26 يناير. المعروف أن المعرض الدولي للكتاب له اهميه كبرى باعتباره حدثا ثقافيا دوليا يبرز قيمه مصر الحضاريه والثقافيه كمان قوتها الناعمه. بيكون في طرح اكبر عدد من العناوين المتنوعه باسعار مخفضه وكمان الاهتمام بشكل خاص بكتب النشأ والاطفال والحرص على تقديم انشطه فنيه مناسبه لمختلف الفئات العمريه. معرض القاهرة الدولي للكتاب سيشهد المرة الأولى تنظيم رحلات للأسر والأطفال من الأسمرات وروضة السيدة والمدن الحضرية الأخرى المماثلة